بقول لحضرتك نزل لي قانون الدستور الجنائي كله. ايوه بس ده كتير قوي على الشريحه انها تستوعب ده كله من غير ما نفضلها مكان. يا باشا يا باشا البشوات يا دكتور يا مستر سكلانس، احنا داخلين على عز وفلوس جايه وحياه تانية خالص. عايزين نعمل الفلوس اللي بجد، عايزين نقف على الفلوس نفضل نطول 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 من علوها نلمس برج الجزيرة، ولو طولنا نلمس برج الجدي كمان هنلمس. اتكل على الله. حلوة قوي، هات المج بتاعك وتعالى. بصحتك يا مستر سكلانس. قدامي ولكم سكولانس. شوف بقى، دي ذكريات قديمة زي أصدقاء طفولة، الأهل، الجيران، الحي اللي أنت اتولدت فيه، العشرة القديمة يعني. شيل إيه؟ شيل شيل ذكريات طفولة إيه؟ وناس ايه وجيران ايه وعشرة قديمة ايه؟ ده حتى اسمها مش حلو، عشرة قديمة زي الجبنة القديمة. شيل هايل. عايز الناس دي كلها انساها، انساها من الفقر، عايز ابقى شاب جديد، اعمل لي اكونت ونزل لي الايس بوكس. هايل، حياتك كلها كتير بالشكل ده على الشريحة تخليني أقرب معاد المؤتمر اللي هظهر فيه اختراعي للنور. حلم حلم انت بتقربه لي بسرعة. حلم ايه ورؤية ايه؟ ايه يا دكتور؟ ناس ايه؟ ناس ناس مين يا دكتور؟ نمالهم الناس خلاص، الدنيا بقت حلوة والعيشة هترتاح، ده ماله ماله. سطب لي انت بس قانون الدستور الجنائي وصالونة العلاقات الغرامية يا هيا وآية. نزلت لك برنامج العلاقات الزوجية عشان تخلف ويبقى عندك قطة عيال. هو ده كلام؟ هو ده؟ أخيرا فهمتني يا وديع. جميل جمال عجب عيال جميل جمال عجب عيال صلاو دلال منو جمال ورمز جلال جميل جمال دكتور ابن حلال والله ابن حلال. جميل جمال هنجيب عيال جميل جمال هنجيب عيال هنجيب عيال. واضح انه اشعاعات البرنامج اللي مسز معاها الحاسه اللاسعه عند ان الستات بتبقى جامده كده، ومدير كتير بالذكر انه هيبقى فيه ليلة على الفضيات النهاردة. اجي يا بوبي؟ لحظة واحدة يا عيون البوبي، لحظة واحدة. هو الدكتور معاه البرنامج رقم ايوه. الو يا دكتور. الو الو يا اسطى. ايه اصلا البرنامج مش عايش تسالها خالص. لا والله ده الحته متظبطه جوه وعماله كل شويه تندالي تقول يلا يلا وانا واقف هنا
زي الخصايا. يلا بقى يا بوبي انا زهقت. حاضر لعيون البوبي. يلا بقى ده شغل هترمينا عظمة. ايوه طب هيشتغل امتى ده؟ انا مش ثانية واحدة؟ لا 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 بس واضح ان هو الشغل ده. مع السلامة انت. مع السلامة انت. يلا اهلا ومرحبا بك في برنامج العلاقات الزوجية. اهلا بك يا ست الكل. يا قشطة دلعينا بقى دلعينا. الدخول الى القائمة الرئيسية. ايوه اضغط الرقم واحد. صحيت امك. ليه اضغط رقم واحد؟ اضغط فين انا؟ يلا بقى يا بوبي. يا الله ايه ده ايه ده ايه ده يا لل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 
جوز الخيل العربية سوق يا اسطى لحد الصبحية على راسي انا وعناية يا بوبي كلك حنية السكر غلي في الجمعية ونحلو بايه اللي لدي شوية رز وشرعية كود الخير والعربية على هنا 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 دا 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 اهو فين الباب؟ نوجا انت فين يا لمبي؟ نوجا انا عملت ولا ايه نوجا؟ يا راجل انا مش شايفاك اعمل ايه؟ روح عند ابو جراب النهارده نور الهواء بتاع العماد الرؤوسي عرفني يا اخويا انا شايف اهو انت فين يا لمبي؟ انا اللي جابني هنا اللي طلع فوق الدولاب يا راجل انا عارف ازاي الراس تحطيت برنامج طيران طب انزل طيب انا مش عارف اطلع لك طب فسحها فسحها اهو ايه ده السهوله دي هتعمل ايه يا راجل اسم الله عليك يا حبيبي لا لا اتزنى من هنا من هنا ايه عمود الفكر باظ قوم قوم ايه قوم ايه يا نجلاء اسمع بقى يا راجل انت هلا طفي النور ولا مولع النور من الصبح عمال نقفل ولا في نور ولا حاجه بتحصل ما بالراحه طب يا نجلاء طيب بالراحه مش حلو الخطه دي مش حلو عليا بس ايه اسالي امك حليها بقى يعني الله يرحمك اكيد وصيتك بده بحنان ضع يدك على كتفها ضع يدك على كتفها ايوه كده يا عم المجانس ايه